هل الرقصة بتلعب دور، بتتدخل بشكل او باخر في الاصابة بهذا المرض؟ الالزهايمر مش مرض وراثي، عشان نبقى حاطينها قاعده، مش مرض وراثي. بمعنى الامراض الوراثيه عندنا معناها ان مرض موجود في العائله بيتناقل عبر الاجيال نتيجه لمشكله وراثيه على جين معين معروف الجين ده ايه، على كروموزوم معين. الكلام ده مش موجود في الالزهايمر، ولكن هناك بعض العوامل الجينيه اللي قد تتدخل في الالزهايمر. الالزهايمر لحد هذه اللحظه في نظريات كتير بتبنى عليه، بعض انواع بسيطه جدا منه ممكن تبقى وراثيه. بصفه عامه عشان نجيب على السؤال اجمالا، احتمال اصابه حد بالالزهايمر قد تزيد قليلا لو كان في تاريخ مرضي في العيله ان حد جاله الزهايمر. بنسبه قد ايه تقريبا يعني؟ خلينا مش عايزين، مش محدده النسب متفاوته، خلينا مش عايزين نقول رقم معين، النسب متفاوته، ولكن نسبه اصابه مريض في العيله حد عنده الزهايمر قد تزيد قليلا بنسبه بسيطه جدا عن اللي ما عندوش. لكن ما هياش امر مؤكد خالص. لا. خالص.